بعد مباراه الزمالك وانبي وهزيمه الزمالك، بعض من جماهير الزمالك شايفه ان السبب الاول للهزيمه كان جماهير الزمالك المتواجده، ان هي ما كانتش بتشجع الفرقه، كان كل الهتافات لفلسطين. هل الكلام ده صح منك كنت موجود في الملعب؟ طبعا اتفاجئنا جدا ان في ماتشات الزمالك والاهلي طبعا بيبقى الضغط الجماهيري، بيبقى في اول الماتش بالذات تبقى الجماهير عامله ضغط بالتشجيع والفرقه برضه هكذا. فاحنا اتفاجئنا ان اول ربع ساعه اصلا ما فيش تشجيع، الدنيا هاديه اكننا بنلعب ماتش اللي هو بيبقى مثلا ايه انبي والبنك، انبي والداخليه، اللي هي الفرق اللي هي ما عندهاش جماهيريه. فاللي هو الماتش هادي، مش اللي هو مش زي مثلا الماتشات اللي قبل كده. الماتشات اللي قبل كده بتلاقي الماتش التشجيع وان انت بتبقى مضغوط في اول ربع ساعه دي بالذات، ان انت لما بتيجي تلعب الاهلي والزمالك المدرب بتاعك بيبقى طالب منك ان انت بالذات اول تلت ساعه دي تعدي عليك، هو ما جاش في ما الجول. يجيش في الجون، لان بيبقى في ضغط من الفرقه وفي ضغط من الجماهير من بره. فاحنا اتفاجئنا. فبعد كده لما لقينا ان التشجيع لفلسطين، فاللي هو برضو انا ككالوشه مثلا انا خدت حافز برضو، اللي هو انا برضو انا حسيت ان هم مثلا ايه اللي هو مثلا إيه؟ انت بتشجعني زي ما انت بتشجع فرقتك، اللي هو انت بتشجع حاجه بره الماتش. بره الماتش فاللي هو الموضوع ما كانش علينا ضغط كبير، او وده سبب من الاسباب اللي احنا برضو دخلنا الماتش براحتنا ودخلنا الماتش زي ما احنا عايزين، وقدرت تساعدنا ان احنا مع الوقت ان احنا نخش في الماتش اكتر واكتر، ان انت ما تعملش عليك الضغط اللي بتعمل زي كل ماتشات الاهلي والزمالك اللي هو في اول ربع ساعه ولا اول تلت ساعه دي.